إخوتي إخوتاني، أهلا وسهلا ومرحبا ببيناس. كانت نائمة واستيقظت، لماذا تستيقظ؟ تستيقظ لأن المباشر، ومن بشر فعليه أن كاس كي دوا فيغ بيناس. مونتخلو افيك لا بات، مونتخلو سي ريان سي ريان، فازي مونتخلو افيك لا بات. كاس كي دوا فيغ كومون دوا فيغ لايكي انكور بيناس انكور لايكي لايكي. فوالا بيناس سي تري بيان. كو سي بون لا في، حياة ما اجملها عندما تكون حرا فكريا. يا لها من جمال. الله أكبر تكبيرا. بونسوار باركا، تي ما بلوكي بور ريان. Il n'y a pas de blocage pour rien. Si tu as été bloqué, c'est que ma cage. Il n'y a pas de fumée sans feu. Barka, vous mettez la boue pour rien. Dans le tseb ou hadis, fi hadad. N'a pas de la tarbia ou la akhlaq. Mettez le jish la bahana. On a acheté le bakana barka. Mais si tu as été bloqué, ce n'est pas pour rien. Subhanallah wa ni'mal kawil. كانت لعبوها شغل هابي ناس، يلعبوها شغل جانتي. هو السم، السم يخرج في دين ربو يضرب تيك توك. هذاك يطلع واش تصير بليز. هالو بونسوار. بونسوار، واش راك خويا؟ سافا سافا تري بيان، وانت بخير؟ والله طلعت بارازار درت الكاست طلعتني. ميرسي بارك الله فيك. علاش يعني لقيتك بروميير فوا يعني هذه هي. واش راك صافا خويا؟ انت صافا؟ والله الحمد لله اخي بارك الله فيك. البرد شويه، رانا مع البرد. وين راك؟ راني دوكا في بلجيكا خويا، بلجيكا بروكسل. بروكسل وي ملح. بروكسل خويا لابس صافا مالهم. و وهذا اسمه كانيش، كان عندي انا بكري، كان كانيش كان عندي بكري. نبغي كلاب. انا مربي كانيش. مربي انا عندي انا مربي عندي الالماني انا شباب شنبرجي شنبرجي. كنت ربي ملي كنت صغير في البلاد ولا هنا عندي عزز عليا الكلاب. هذا ما ماشي مسلم. ماشي مسلم انت؟ ماشي مسلم. انا مسلم جزائري. لا انا استغفر الله مسلم اخي. علاه؟ لماذا؟ الكلب حرام يا اخي. لا حرام بالك، داخل منزل سانا يا اخي. عندي ميزون كبيره اسمها، نخليه في الجردن برا. ما ليش صافا خويا. واش ماك جيلو كاش؟ واش الموضوع تاعكم؟ والله ما انا اسمح لي باك ديرونجيتك ولا شكون مش عارف. واش كنت بروميير فوا طلعت معك، اسمح لي باك ديرونجيتك ولا؟ مرحبا. لا ما ديرونجيتك. بارك الله. مرحبا بك، يعطيك الخير خويا. بارك الله. جزائري اوسي؟ جزائري يهودي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك. ايوا خير الناس. بارك فيك بارك فيك. ما كاش مشكل فيه. على واش اخي؟ سمعتش جزائري؟ ما كاش مشكل. سمعتك جزائري قلت لي. جزاك الله خير. جزاك الله خير. اي ولكن يهودي، باسكو بزاف الناس يسبوني لخاطرش انا يهودي. اخصو يهودي قلت لي. ما عليه يا خويا يهودي. والله ماني عارف شنو نقول لك. هذا واش سمعت؟ والله ما سمعت. واش فهمت؟ لا عملي قلت لي جزائري شريكي شي. اي جزائري جزائري. انا يهودي مانيش مسلم. انا يهودي. احنا في الجزائر عندنا اليهود اخي. يعني احنا عندنا زعما صيام بكري. نعم كاين. اوكي الله يبارك. نتخباو الله يبارك فيك اخي. انتوما من قسنطينه؟ لا زعما انا لا. اصل تاعك منين اخي؟
اسمح لي. اصلي من تلمسان. انا بيتنا اخي، انا من بيتنا اخي، من بيتنا. كان واحد بيتني ابوكا بكري اسمه قدش، والله ما نعرفه وين. انا من العاصمه اخي، مي دوريجين تاعي من بيتنا. لا تعرف باريكا؟ باريكا لا تعرفه؟ باريكا باريكا باريكا. انا من الفم اخي. اسمع أنا قول لي باريكا باريكا، كي رحت لها ما كاش تروطوار، كان غير رمل. سبحان الله. انا من الفم، انا اصلا تاعي اخي من الفم بكري يعني جدي. ونسكن في العاصمه اخي، في دار بيضاء، عين توتا، باريكا وي. مسيله مسيله، مدوك الجزار، البقعه هذيك يا صاحبي صحراء قاحله يا صاحبي. عندي زمان ما رحت لهاش صح، الله غير صح، تبدل. عندي واحد 5 سنين ما دخلت لهاش. السلام عليكم. وشراك صافا؟ الله يعمي ما عندي لا لاني مع الراجل قال لي السلام عليكم. قولوا انا قال السلام عليكم، بلجيكا قال السلام عليكم، اوروبا ان شاء الله تولي قال السلام عليكم ان شاء الله. والله يا عمي اسمح لي ما نطوش عليك في حديث، انت انسان زين والله. غير انا عندي 6 سنين ما دخلت الباريكا. ما دخلتش صح، تعجبني. تبدلت ولات ما شاء الله. مرحبا بك عمي انا والله ما نعرفك. مي مرحبا بك شخشوخه تي شمرمز. والله راك والله غير ضربت لي في الصميم بالشخشوخه هذه. والله ضربت لي في الصميم. انا والله ما نعرفك مين راك تبنى سبلاح عمي، والله غير مرحبا بك. معليش يهودي يهودي ناس ملاح يعني، ما عندك ما تقول فيا عمي. راني وليدك، انا عندي 25 عام، انا كي وليدك. انا مرحبا بك، راك فوق راسي، حطك فوق راسي عمي. علاه احنا ما عندناش مشكل عمي، والله صافي بليزير عمي. صح يعطيك صح. احنا كنا عايشين خوا في وقت الثوره ما شاء الله. انا عندي بزاف في بلجيكا، عندي الان قول 14 سنه طلعت صغير مع 14 سنه وانت في الغربه. لا طلعت مع اهلي ماشي وحدي. مع اهلي. صغير طلعت صغير عمي. وعلاش طلع؟ علاش اهلي؟ انا بابا الله يرحمه كان استاذ اخي اللغه العربيه وبكري. ابخي الوالده طلعت عند خوالي هنايا، طلعنا اخي عندي خوالي قدم هنا في بلجيكا، واحد 5 يعني عنده تالي فيهم، عنده 40 عام هنا، 40 عام. والحمد لله عمي طلعنا، والحمد لله راني ما شاء الله عندي اوراقي يعني، طلعنا من البلاد باوراقي. يعني راك فرحان كي راك في بلجيكا، بلجيكا بلاد الكفار يعني نورمالمون ما تفرحش. لا يا عمي تأمن بالله، والله ماني فرحان ولا زعما زعفان، انا انسان زعما نورمال جزائري مهاجر، قريت هنا عمي، قريت تخرجت، راني خدام الان عندي لا في بروتيك، انا تكنيسيا دو لا في بروتيك، تكنيسيا يعني نخدم في بروتيك. نعم انا نخدم طروادي يعني طروادي، كنت نخدم دي ان ابخي دي دو ابخي دي فورماسيون تاع دروادي، يعني نخدم من ريزون حتى للدار، ندخل الانترنت يعني ريزون، يعني انستالو ريزون على برا. ابخي كي نكملو ريزون عمي ندخل نزيد نعاون ندير لابواط ديالي، ندخل الانترنت للديار يعني. لا فيني خدمت كل شيء، نخدم التيراج. ابخي التيراج هو عمي، ما نطولش عليك بالهضره معليش ولا لا تفضل تنفع فيك، تقولنا كيفاش لا تيليفون ليزيميا. أعطيك صح، أنا نخدم مع آفير، مع نخدم إحنا الريزو تاعنا مع بوك تيليكوم أسافر، مي أنايا الريزو تاعي وحده، إحنا الخدمة تاعنا يعني إحنا نديرو الريزو لي كابل أبخي فلاشون. تبداو من لابوك اللوكال كيفاش يقولوا لك؟ نبداو من الأول كاع، أنا قبل ما ندخل لك زعما عمي الويفي لدارك، إحنا نبداو نصطالو في الريزو، إحنا الأولى إحنا الريزو نصطالوه، الريزو الأول يعني باش تفهم الكابل. الكابل متاع على بالي بك ما تفهمش، مي كاين 720 لي كابل عمي زعما 1 كيلو 2 كيلومتر زعما نستالو ريزو حق 2 كيلومتر زعما مدينه. ولا تنستالي لا فيبر ما تسحقش 720. لا كابل تاع 720 نسحقو باسكو انا نحكي لك قبل من لا فيبر، حنا نديرو الريزو الاولى قبل من لا فيبر. لا دي اس ال حبيت تقول. اعطيك صح، حنا نجي الاولى كاع كي يكون ما كان والو نجيبو الريزو، ابخي ريزو نجيبو لو شنابر. ما كاش كابل تاع 720 عمي؟ كاين نو كاين، حنا نديرو 720. واش تحب نبداو بلا كوارت ياك اربعه تبدا بلا بير؟ انا غير كيما ستالي غير كيما. اوكي ومن بعد بلا كوارت اربعه ياك، يعني من بعد 8 ومن بعد 16
بعد 32 64 32 64 128 428 لا لا وي هي 720 احنا نديروها احنا غير كيما ستالين تاع 720 قول لي على بسكو خسرت لا ما فهمتش انا 720 هذاك منين جبتوها معليش انا راني جايك بارك الله فيك انا الخدمه تاعنا باش تفهم يعني كيعطوني زعما ان بيلو يعطوني زعما بيلو زعما يقول لي كاين واحد مدينه صغيره ما فيهاش انترنت كامل مثلا مدينه صغيره انا كي نستالي الريزو الريزو هو الاول عمي ابغي نلحق لك 3 دي ياك معايا شوف شوف اوكي قبل ما نلحقوا حنا باش ندخلوا الواي فاي للدار حنا نديروا الريزو لازم انستالاسيون الريزو الكابل تاع الريزو هو الاول في لي فيلاج صغار هنا فرنسا كملوا انا خدمت دي بلاسمون فرنسا انا خدمت في هنا اوكي هنا في فرنسا دي بلاسمون من فرنسا ما بقاش بزاف يا اخي سماش بيان راك بيان راك الحمد لله خدمت خدام فرحان ايبا سي سور بليز امبورطون نتمنى لك النجاح في حياتك هذا بارك الله فيك اسمح لي هذه يو اسمح لنا لا ديرونجيناك عمي وبارك الله لا ما ديرونجيتنيش كاع مرحبا بك بقى على خير بقى على خير خويا بقى على خير عمي بسلامة السلام عليكم جونتي غارسون سلام سلام جيلو سافا سالو على السلامة سافا واش حوايج صباح وانت صباح يا اخو جيلو تعرف انا من امنش بالله انا من امنش بالله مي ما نتفاهمش معاك بزاف خلاص سي بور سيرتو على الله عليك وخزاك كفر بالله دونك الله هو على بالي بلي خرطي محمد اكسيتيرا هذاك مي يا اخو انا عندي هذا المشكل سيكو باش تقولوا لي شكون خلقك انت شكون خلقك شو خلقني اوكي اذا انت دونك تبوزي هاد لا كيسيون حرت كيف انا تخلقت باسكو كيف تخلق الكون وما كاش الرب هذا كيف ما كاش الرب شكون خلق الله تقيموا لك تقيموا لك خلق الله الله خلق روحه خلق روحه بروحه كيف هذا وما تسالوش يدير واش ما يفعل ما يشاء الله انا ثاني تخلقت روحي بروحي سي بون هادي انا ثاني اذا الله تخلق روحه بروحه انا ثاني تخلقت روحي بروحي وراح على الله على الجهل شت الجهل واش حبيت تهضر واش حبيت تهضر قول فاش ماكش داكور اوكي انا مانيش داكور في حاجه سيكو المراه يا اخو المراه ماشي كاع سوبيريور للراجل ماشي كاع سوبيريور حنا الرجال هو وين مكتوب وين مكتوب سوبيريور المراه سوبيريور وين شفتها انت هذه وين شفت النساء الانثى لي فيمينيست راهم يقولوا لنا بلي راهم سيبيريور وعارين علينا حنا اليهود ام يقولوا اليهودي سيبيريور على الاخرين المسلم او يقول بلي المسلم سيبيريور على الاخرين المهم انت غير لي فيمينيست انت شفت هذاك هما اللي دونجاو الكذابين الاخرين كاع ما شفتهمش شفت غير المراه ما شفتهمش انا شفت المسلمين وشفت الفيمينيست في هذا الفرد ما شفت حتى حاجه شفت غير المسلمين الكذابين واللي فيمينيست اللي يخرطوا هذوك اللي عندهم جنون العظمه دونك المراه هي شوف شت الراجل هو سيبيريور عليها في شوف يعرف خير منها عنده لو بوفوار عنده لا فورم يعرف لانتيليجونس يعرف يتيب خير منها يعرف ينظف خير منها هو اللي يعلمها في كلش هي ماشي كاع حاجه المراه ماشي كاع حاجه لو بلاش الراجل يسمى يماك ما ماشي حاجه ماشي كاع حاجه باش يبابا لو كان ماشي بابا والله ما تعرف طيب حتى الماكله لو كان ما عطاهاش العصا اخت وي بابا كي طيب ماله وي علمها وي انت وشي وش هو علمها اختك ثاني ثم كان ما كان والله تمعفين لي في النساء يا اخو انا ما عنديش مي تمعفين اختك ثاني عندك اختك ماشي مزوجه ما عنديش عندي صاحبتي والله يا واحد المعفونات يا اخو عندي بزاف انا خرجت مع واحد 10 ولا 15 بزاف ولا معفونه قال لك على بالك كي سامبل سي ريسامبل معفونه
لا 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 والله ماني معفون يا جيل، واخا بالك انا اخي نعت لكم الدار هذيك الخطره ما لا ما تخلينيش كل ما تجيش معفون كيفاش تقبل بوحده معفونه؟ فهمني انا في هذه، يا خويا حتموها عليك؟ احنا ما نهضروش ما نهضروش، انا ما حتموش عليا يعني مانيش متزوج هيك فاهم، مي راك تعرف المره الاولى يكذبوا عليك يخرطوا عليك يبداو يحكيوا لك يبيعوا لك في ليراف منا تعرف دير تعرف دير ابري انت تجيبها للدار يا خو تلقاها بلي تشم غير في ريحه البصله هيك فاهم، كل شيء كل شيء عيب. انا داري خي انا داري نعتها لكم يا نورمالمون، غير ما كان نعاود نفتح الكاميرا خي شفتوا لي بورش والاخر والكوزينه كفام دايره يعني يعني تشفعني يا بلاك. ماشي ماشي، مي كل صباح الصنعه عندها باين. نو ماشي كل صباح بصنعه والله، غير نجيني بيتزا يا خو تاكوس وحوايجها، ما انا مي لو كان طيب ولا ندير لو زي كان باتشا بالك طورنيت حبيت تولي، حبيت نولي نفع هكذا حبيت نقول بالك بالك. نو ما عجبتنيش، مي نحب انا نحب نكون راجل. سيد سيد وإذا سي سي بالك تعجبك. نو ما ني سيبيريو، علاه نولي حبيتني نولي ضعيف؟ نو علاش ضعيف؟ صافي لو كان نولي انسان نولي ضعيف يا خو. ودوك راك قوي. هذوك قوي يا خو، انا شوف نحس انا الحمد لله يعني الحمد لله ما على باليش شكون اونفان اني نستعمل كلمات اسلاميه برك، دونك نقول الحمد لله يعني ما تسمعونيش بزاف، دونك الحمد لله كي راني عبالي انا نهضر مع كافر نعرض الله عليك واخرجك عبالك جهنم جهنم ما كانش ما كانش هيك تموتوا. شوف نعاودوا نروحوا لهي تعاود البارتي ازيرو جيم اوفر بارتي جديد، ما كان ني جنه ني نار ني شكوبي ني ملك الموت ني خزبعالات هذه ني الشيطان ني الله ني ني الصراط المستقيم ني صراط الشكوبي، ما كان والو. اعوذ بالله. هذه حكايات واساطير اساطير قصص عربيه كانوا يحكيوها بكري العرب هذو. يا دوك انت كيف راح تقول لي انت شي تستغفر، وحي هبط على الشخص مو محمد اكسيتيرا الله منا ما نشوفوش عظيم وكذا، ما قدرش يبين روحه ما قدرش يبين روحه حتى خمس دقائق في العالم، يخرج لنا في 2023 ترى يخرج لنا يبين، وقلنا راه البراق ما تهمش بالبراق ما تهمش بالبراق زيد هذاك الخرط يا البراق يا حنان. هيا اعوذ بالله يا على بالك انت البراق على بالك انت عذاب القبر عذاب القبر ما تهمش به ثاني عذاب القبر انت عبالك واش مكتوب في القران عبالك واش قال لك كاين واحد سموه نتاع الكهف هذو قال لك رقدوا 300 سنه رقدوا 300 سنه قدرة الله قدرة الله كش ما كان عبد انت نعت لي عبد يرقد 300 سنه يا جيلو يعني لو كان واش يعني الخرطي تاع عرب برك يعني احنا نصدقوا هذوك 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 الناس اللي داروا لهم راني نشوف فيهم المسلمين شكون فيهم المسلمين شو شو شفت شفت الاخر انا عطيت لقيت عليه الاسقاط الناس يداروا لهم الاسقاط ميم حنا يعني اذا انت تربيت في الدوله في دوله مسلمه ام داروا لك حتى انت الاسقاط هذيك اسلوب التلقين لقنونا واحد الدروسيك باش نصدقوا الخرافات يعني ما عندناش ضربه الهيه هذه اقسم بالله العظيم غير ضربه الهيه هاي هاد الجاهلين هادو اللي جاو ناظر كاتيك يرحم باباكم فهمت انا كلش واضح كلش واضح واضح هادي الزقوقو كلش واضح السلام عليكم مساء الخير اهلا مساء الخير يا أخي العزيز لاباس نحمد الله ونشكره على النعمة ونشكره والله قاعد تضيع في وقتك برك معاه هذاك والله العظيم علاش يا أخي شو قاعد يسمع فيك كلام انت ماكش راضي تسمعه وكمان سمحه لك انا الايمان تاعي قوي يعني ما ياثرش فيا عبالي ما ياثرش فيك بصح يضيع لك وقتك اهضر معي انا خير لا معلش تفضل فهمت انا نسمع فيك تفضل فهمت كون جيبوا هذا بار اكزومبل واحد كيما هو كي قال لك على اهل الكهف بار اكزومبل بس ما شافهاش بعينه كون جيبوا واحد
يخلق صغير ونحطوه في بلاصه وما يشوفش المراه كيفاه تولي اونسانت وكيفاه البيبي تكون في كرشها بعد كده تولد وكلش. خلي يكمل القران، راهي في القران، خلي يكمل. فهمتك جنين. فهمت راني نقول لك، راني فاهم فيك باللي هادو اللي يقول لك كذا وكذا. تفضل تفضل. ومن بعد هذاك الانسان كيعود في عمره 20 سنه تجيبه وتقول له باللي انت كنت كنت نطفه ودخلتي في رحم المراه مضغه علاقه وهزت بك بالكرش وخلقتي كيما تقول لك نو امبوسيبل يقول لك. بس ما من شافهاش. من الذي فعل هذا؟ كل مشي الله سبحانه. يعطيك الله الصحة. ما يمنكش لازم يشوفها. بس كي جامي واحد هضر له عليها. واش يشوف؟ الله يعطي العمى ان شاء الله. كرهتني فيها كاع. لا اسمع. نعم. لي اعمى ومش او مش اعمى البصيرة واعمى القلب. ايه صح صح صح. الفرق ما بين الاعمى وفاقد البصيرة، فاقد البصيرة وما يشوفش، ولكن كيعود قلبه قلبه معمر بالايمان ويؤمن بربي. راهو يشوف بقلبه مش اعمى. فما هذاك هذا الانسان اللي تهضر عليه اللي كان يهضر درك هذاك اعمى مسكين. صح. انا والله هذا الانسان مسكين والله يغيظني، فيكتيم تاع نفسه بعد. والله والله لا وش هيسنا فيه؟ والله سبحانه عز وجل في القران الكريم في سوره البقره هو يقول هذا الناس راهم تقول له وش تقول له ما يامنش. وعلاش ما يمش؟ والله اعطاك. شوف الله الله كيف يفهمك ومن بعد يعطيك التفسير. شوف في صوره قال لك هادو اللي ما يمنوش الله راهو دار غشوه على قلوبهم وابصارهم وسمعهم وهذا لديهم عذاب شديد. الله اكبر الله افضل. شق الله اكبر الله اكبر. اسمع افضل العباد شكون منهم؟ من افضل العباد يعبدون الله؟ المؤمنون شكون يؤمنوا بالله؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كلنا نؤمنوا، كلنا نؤمنوا بهذا الشيء اللي تهضر عليه انت. انا الحمد لله في تلمونا من عمري ما شربت، عمري ما تكيفت مني كنت صغير نؤمن بربي. صح جزاك الله خير يا الحمد. فهمت؟ هناك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هناك ثلاثة من العباد، هناك من يعبد الله خشية أن يدخل النار، خايف لا يدخل النار، وهناك من يعبد الله طمعا أن يدخل الجنة، وكاين الثالث أفضل منهم في زوز، يعبد الله لأنه هو على يقين بأن هذا الإله يستحق العبادة لأنه جميل حق. جدا والله والله غير أنت دخلت قلبي بهذا. هذه هي هذا هو الإيمان الحقيقي. ربي يعيشك. هذا هو الإيمان الحقيقي. الإيمان الحقيقي ليس الخوف وليس الطمع. الإيمان الحقيقي هو الإيمان بالجبار بالله. ولا يقول لك شفت واحدة الداعية وش يحكي، حكى كلام وقنعني. ما نقولوا احنا باش تامن بربي لازم تشهد. أول صلاة أول عبادة وش هي عبادة؟ التشهد أي عبادة. صح ولا لا؟ صح صح صح. هي الشهادة أو العبادة ومن بعدك الصلاة والزكاة بصح كاينة حاجة قبل الشهادة. أول عبادة هي مش الشهادة، أقبل من الشهادة. ما هي؟ وهي أنك تعرف الله وتقول باللي هذا إله يستحق العبادة. لازم أنت على يقين. كيفاش تعرف الله؟ سهلة خلاص يا أخي العزيز، سهلة خلاص باللي تعرف الله. تشوف روحك برك تعرف باللي كاين هناك خالق. تشوف روحك أنت كفاخ مخدوم. راحت لي هذه. صح صح صح. شوف 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 العصافير تزقزقوا، شوف الحيوانات، شوف الشمس، القمر، الأرض، النباتات، حبة قد هكذا تولي شجرة. شوف في دار تيفيس، حتى في دار تيفيس كاين. شوف في كلش. وين شوف وين دور راسك تشوف الله. صح صح صح. راه في كل مكان تحس بيه. فهمني تحس بيه. الله مكان زيه ما تقدرش مكاشة.
ما تقدرش تدير معاه لا شريك له، لا شريك، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا شريك له، محمد وعلى رسول الله. احنا في لا لونغ فرونسيز واش نقولوا؟ جيم مون بير، جيم ما مير، جيم ميز انفون، مي جي با لدروا نقول انا باغ اكزومبل تالمو يوم نحبها نقول جادور ما مير، ما عنديش الحق نقول جادور ما مير. البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ما نقولوش عليه جادور البروفيت، جادور لازم تادور كو الله. الحب الا لله، الحب جادور الا اكثر لله. من الحب، اكثر من الحب، اكثر من الحب. هي شوف نعطيك هاي نقطة اكزومبل، شفت القور ولا كي تزوجوا كي يكبروا شويه تعود ما بين ما عندهمش ان رولاسيون بيناتهم، ما تعودش بيناتهم كاينه علاقه جنسيه، يطلقوا. اقول لك جو سون ريان فيغ ال، ما نسحب والو فيغ زوجتي، نطلق اخويا ما نحبهاش نحبها. شوف احنا الشياب اللي عندنا تلقى شايب وعزوزه ما كاين والو بيناتهم، مازالوا مع بعضهم. وعلاه؟ خير ربي خلق الحب ما بين الرجل والمراه. وهناك حاجة أكثر من الحب، وش هي؟ المودة. المودة أقوى من شنو هذه ما معنى المودة؟ الله أعلم، باش ما نغلطش وما نقولش حاجة كيما نقولوا خارجة كيما نقولوا على الموضوع. المودة فيها. هي لا ما غلطش، متأكد ما تقولها. لا اسمح ما نحبش أنا اسمح لي نقول أودي لا أي حاجة، أي حاجة مش نسير منها أخويا، ديما نقولوا على الاخر الله اعلم. نعم تجور الله عالم. الموده كلمه هذه جايه من كلمه الودود. شكون هو الودود؟ هو الله، عبد الودود كي نقول لك الودود هو الله. الودود هو الله، يعني بين الرجل والمراه الموده، كلمه ماخوذه من الودود. وهالموده اكثر من الحب. ما رماركيتش ساعة ساعة كي يموتك باغ اكزومبل الشاي بتلحقوا العزوزة ولا العكس؟ صح. ممكن يعود المودة بيناتهم، تقعد ثلاث شهور بيناتهم، شهرين، ربي اللي يحب كيما هكاكا، ما يخليها السفر يتلحقوا، بس داروا ربي بيناتهم. انا رماركيتها فهمت، اقسم بالله بزاف فهمت. كي تعود دير ربي باغ اكزومبل نعطيك، لازم في كل حاجه تحط ربي فيها. نعدي ما نعرفكش هنا وجيتك في بلاصه هكا ظلمه ودا وشفت انسان، كي نعدي نقول لك السلام عليكم. وعليكم نقول السلام. انت وعليكم وعليكم السلام. واش قلت لك انا؟ السلام عليكم. من هو السلام؟ من الله. هو السلام؟ الله. وانت واش رجعتي وعليكم السلام؟ عليك الله. ثم انا رميت، انا درت بيني وبينك، انا رميت لك، درت جسر بيني وبينك السلام، وانت رجعت لي السلام، بنيتي جسر بيني وبينك، وانا هو اللي بديت نبني الجسر بيني وبينك. وكي نديروا الله بيناتنا يعني مش هنخافوا من بعضنا، نديروا الامام. صح ولا غلط؟ صح صح صح. بصح هذا كي كنا جوج مسلمين مثلا، انت راك دخلت واللي تقول له السلام عليكم يهودي ولا مسيحي ولا 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 ملحد يعوذ بالله، ما يرجع لك السلام كيف؟ تسمى يعني ميفتوا دولوي عندك منه عندك كيف؟ أقرأ الاحتياطيك منه. لا مش بعد عليه، لا مش بعد عليه. كي يعود باغ اكزومبل يهودي، مش تقرأ الاحتياط منه، لكن يجريسيك كما يقولوا فيزيك ما، ولا يحب يتعدى عليك. عندك منه يدخل لك الأفكار تيعو. يا لطيف، وعرين وعرين على بالك. وشوف الأفكار، شوف في السنة النبوية الشريفة في صحيح البخاري كاين بزاف كلام اللي حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وين يقول لك اجتنب هذا الكفار وهذا اليهود وهذا المسيح، ما تريحش معاهم، لأن يقدروا يدخلوا لك في مخك أفكار اللي تخليك تبعد على دينك وتبعد على الله. على بها دائما بص لا لازم باش تفهم حاجه وسي، كي تعود انت ضعيف الايمان بعد عليهم، كي تعود قوي الايمان تقدر انت اللي تجيبه عندك، يجي صيدك تصيده. لازم تكون تعرف هذا واش حبيت، لازم تكون قوي الايمان وتعرف. انا شويه ما اقدرش. شوف
انا نخدم، شوف انا نخدم في لي زاشالام في فرنسا، فهمني؟ صافي 15 سنة وانا نخدم. شوف، عشت عام في مرساي، عشت عام في مرساي، عشت 3 في باري، عشت 4 في لندن، وعشت وعندي 17 سنة في نونت هنا، فهمني؟ نعم 17 سنة في نونت، و4 في لندن، و3 في باري، وعام في مرساي. خطرة في الانجليز جاي يخدم معانا واحد الانجليزي جديد مركب باكروا، شافني يخشى فيا باكستاني انا، باسكو شبه شويه الباكستان ونهنود. قال لي انت مسلم؟ قلت له ما مش مهم انت، فوالا هاو بليز امبورتون، مسلم، تكون مسلم برك. قال لي مسلم؟ قلت له مسلم. قلت له وانت؟ قلت له مسيحي انت. قال لي قلت له اللي معلق في لاكروا هذاك والله نحترمه بزاف، انا حاب ندخل له باك في الهضره هذيك، هو اللي معلق في لاكروا مش سيدنا عيسى. خلاص اسمع، قلت لي قال لي تعرفه؟ بسيكولوجي سايكولوجي. قال لي تعرفه؟ قال لي تعرفه؟ قلت له مش نعرفه، نامن بيه. او قال لي كيف تامن بيه؟ قلت له نامن بيه ونحبه بزاف. قال لي تتمسخر بيه؟ قلت له علاه نكذب عليك؟ قلت له ام بليف جيسس ام لاف هيم، قلت له نحبه سو ماتش، قلت له نحبه بزاف. قال لي حاب زوختيني. قلت له بصح نسقسيك، قلت له بصح انا نحبه كنبي وانت تحبه كاله. قال لي صح. وقلت له كون ما نبنش به ندخل جهنم. وقال لي، قلت له نعم كون ما نبنش به ندخل جهنم انا ومشني مسلم. قال لي حاب تفهمني بالعقل انك دوختيني. قلت له، قال لي كيف تامن بيه؟ قلت له نامن بيك نبي. قلت له انت تامن بيك يا رب؟ قلت له وعلاك يا رب؟ قلت له خطاكش خلق بدون اب؟ قال لي اكزاكت. قلت له وعلاه مش هسي امنا حواء خلقت بدون ام، ولا مش هي يا رب خلقت قبل منه؟ خسر فيها. قال لي وي سي فري تا ريزون. قلت له معليش انسى سيدنا عيسى وانسى مريم عليها السلام، عليهم السلام. قلت له وعلى ما نمنوش باللي سيدنا ادم هو رب خطاكش لا خلق لا عنده لا باب لا ام؟ قال لي حبس خربطيني مخي. قال لي رجعتني يا صيرو. قال لي شوف نخدمو بالسبتة. قال لي غدوه ما نخدمش. قال لي تومورو ام نوت وركين. قلت له مش مشكله اخي العزيز. قال لي غدوه نروح لاماس ونسقسي قال لي روح للتشيرش الإنجليز ونسقسي. قلت له روح. قلت له من درك يقول لك ما تسقسيش، ما تجيش تسقسي الاسئله دم، فهمني؟ وما تهضرش على حوايج هادم. قلت له خاطرش ما يحبوكش تخمم، هي دون نيد يو، فهمني؟ قلت له ما يخليو ما يحبوكش. جاني نهار اثنين يجري، قال لي عبالك نعاود زيرو ونعاود نقرا؟ قال لي عبالك جيت نسقسيه ما عطاوني لا ريبونس اللي عطيتيها لي انت. نط نضحك عليه انا. قلت له معليش. قلت له في فرنسا هنا كي قعدت نخدم جابوا معنا واحد يخدم معنا، جاي يقعد معنا في الطابله. انا جبت لك صحن حطيت فيه ماكلة تاعي، فيه واحد 6 كعبات كفتة هكا وشوية فريت، وهو جبد صحن تاع روز وفيه الحلوف. قال لي تاكل؟ قلت له لا انا ناكل غير الحلال. قلت له بصراحتك بصح؟ قلت له حرام هذا. قال لي حرام. قال لي وحلوف؟ قال لي سيدي حلوف ساعة. قلت له بصح وحرام احنا ما ناكلوش هو ولا. بعد قديت وقت بالاورديناتور، في الاورديناتور في اليوتيوب قاعد نعت له. قال لي نا هادم دي فيديو مونتيينهم وكذا كذا. واش دار؟ كمان راح شرى ستيك تاع حلوف وجاب الكوكا، والله العظيم هو اللي يحكي لي فيها، وجاب الكوكا وجربها في الدار قدام ولادو. شافوا الدود خرج من اللحم هذاك تاع الحلوف، ولادو قال له بابا ما بقيناش ناكلوا الحلوف هذا خلاص. قال لي فرخت الفريق وطيشت الليله كامله، عيط لي عطشت على الليل. بديت نهضر له على الاسلام، الاسلام 15 يوم والله العظيم والله يصلي معايا جماعه. علاش الله حرم لحم الخنزير؟ حرمنا عليكم لحم الخنزير يا ناس. وهادو ياكلوا في الخنزير. اسمع وجزائريين شفتهم بعيني ياكلوا في الخنزير. اسمع بطل بطل بطل، ما بقاش ياكل الحلوف اقسم بالله. الحمد والله لله العظيم بطل، ما عادش ياكل الحلوف. ودخل دين الاسلام. دخل دين الاسلام والله يصلي معايا جماعه. ولادو كل دخلوا الاسلام صغار. مرته طلقاته ما حبسش تدخل الاسلام. قلت له جريت عليه. قال لي لا، قال لي الاسلام حل لي عينيه واحد كي كونفرت الاسلام ما بكوش. قال له الايمان حل عينيه عادي يشوف في حوايج في مرته. قال لي جامي جامي شفتهم.
قال لي كي دخلت الاسلام في المسجد الناس الكل باركوا لي، قال لي الامامك بديتي حياه جديده وكان يخدم معنا سيدي دي. دخلت الاسلام من بالجمعه بالاثنين عيطوا له قال لي رحت. انت اللي دخلته يسمى عاونته انا عندك اجر كبير عند الله. راك معليش الحمد لله دمرت عائله مي معليش هذيك هو دخل لا ما دمرتش عائله كانت مرته مدايره حوايج تستطير كانوا يظهروا له نورمال اون دي ريفاق فهمت بس نحب ندخل في لي ديتاي اون دي ريفاق وولاده دخلوا بدل الاسم بدل الاسم بدلوا الاسم لا اللي با اوبليجي بدل الاسم ما حبوش يبدل الاسم في الدين الاسلامي تي با اوبليجي مرت النبي قعدت اسمها خير ماريا خير فهمت اي ماريا هذه قبطيه مرت النبي صلى الله عليه وسلم بس بقات اسمها ماريا وعلى مش هي مريم بدلت صح صلى الله عليه وسلم شوف جزاك الله خير يا اخي وشكرا على هذا والله حوار شيق معك يا أخي شيق. شكرا يقول جزيلا الإنسان ما شاء الله كما يقول الإنسان إن شاء الله كما يقولوا الموت على يقين والموت على أمين إن شاء الله في سبيل الله فأمين ونموت سجدين موت سجدين ستريز امبورتون فهمت ونخلي ورانا ذرية تطلب لنا الرحمة هذاك مكان خويا العزيز ربي يكمل لك وربي يحفظك فهمت جزاك الله وسلام خير عليك. يا أخي مع السلامة يا أخي الله. سلمك صح. يا أخي العزيز صح كاش كتو في بيناس واشنا لا أنا سيريو بيناس اضحك علي يا بيناس اضحك علي واشنا كوا لا كنت سيري بينات كنت سيري واش كاين ما نطورنيش نطورني يعني حاب نطورني واش اش دخلك تيا تيا يا اخي طلعتي تيا يا اخي تاكلي الوسمو خلاص وي الو راك تسمع فيا هكا وي وي حياكم بياكم كامل طبعا انا كنت نسمع القصه تاع الشخص طبعا مش هنعلق قرب روحك للميكرو تسمع فيا واضح مش واضح كما يجب يا اخي الباف نتاعي فيه مشكله بقى. الو لما مو هكا نعم تفضل سمعت الشخص هذا الشيء اللي كان يتكلم فيه وكذا يا جماعه لازمكم تعرفوا باللي 99.9 من السنه من الدين الاسلامي يكون جايبها الطريقه اوكي نتاع فلان يجي يحكي لك وانت المهم تصدق علاش مهم تصدق باسكو هذاك السيد عدود هذاك السيد ثقة اوكي احنا عارفين باللي عبالكم باللي على السيد كان يتكلم هكا بالراحة ما عندوش يعني كما نقولوا ضمير انه عادي وكل كلام يحب انا مش نكذب فيه لكن منطقية القصة توحي انها مستحيل تصرى منطقية القصة انه في ظرف قصير ويجيه وكذا مستحيل تصرى لكن احنا نفرضوا انها صرى اوكي لكن هو ما اعطانا قصة يعني ما اعطاناش عليها لا دليل ولا مجرد تجربه شخصيه يجيني واحد يقول لي واش هو الشيء الغايه نتاعو اللي تخليه يكذب ما تعرفوش لازم تعرفوا حاجه يا جماعه باللي الكذب لنصره الدين في الاسلام حلال مش تكذب اسم السيد كان من قبل كان يكذب علينا على حساب كتاب انا ما نقولش انه يكذب لكن منطقيه القصه توحي انه فيها شك بلا شك منطقي يعني الاحداث نتاع القصه توحي انه يكذب علاش باسكو تخيل مثلا انا وياك جيلو مثلا
معاك في شفت ديني وكذا، حضرت معاك في الدين، ونجيك نقول لك انا وعيسى. اصلا عيسى ما كانش عند المسيحيين، انت تجي تروح لواحد فيه عيسى يضحك عليك، يكون عيسى ما كانش عند المسيحيين حاجه اسمها عيسى، عندهم عيسو، ايسو اللي هو ايسو اخ نتاع يعقوب، اظن اخ يعقوب هو عيسو، عندهم عيسو. اما عيسى ما كانش عيسى، ما كانش حاجه اسمها عيسى، كله احنا عندنا عيسى، احنا نؤمنوا به باللي نبي، وانتم تؤمنوا به باللي اله كذا. هما عندهم مش كل جيسوس اله، عندهم الناسوت وعندهم اللاهوت وشحال حوايج اخرى، عندهم جيسوس، عندهم يسوع، عندهم امور هذه. تجي صاحبي التخربيق تاع العريفي هذا، هذا الاسلوب كان يدير فيه العريفي. عريفي واحد الوقت كان يكذب يا جي، قال لهم رحت كذاب كذاب، نعم ماشي واحد الوقت، دائما كان يكذب. وي قال لهم رحت لقيت قصيص حتى الجامع، وهذا القصيص هذا اعطاني كتاب القران وبدا يقرا فيه بالتجويد، اعطيته كتاب القران وبدا يقرا فيه، خلاص فهم العربي وعاد يعرف وبدا يفسر وبدا يفهم فيه وكذا. هو يفتح الصفحه الاولى يروح يحير، يقول الف لام ميم، مش معناتها الف لام ميم، اول صفحه يقرا بسم الله ما درنا والو، سوره البقره اول حاجه الف لام ميم، مش هي الف لام ميم، ما كانش هما مش عارفين. قل لي انه قراوه وفهموه، منطقيه القصه اصلا ما هيش معقوله. يجيني من المانع العقلي يا صديقي، انا نتكلم عن المانع بحكم العدم، نتكلم عن المانع الواقعي، نحكم عن المانع العقلي. المانع العقلي نقدر نخرج لك فيلم من جيبي نورمال، ما كاينش مانع عقلي باش نحكوا على هذا الامر، انا نحكوا على المانع الواقعي. تبدوش تخرقوا لنا من المانع العقلي. ليسونسيال فقط قلت لكم انه عجز عليه اوفني قلت لكم انه اغلب القصص نقلت بهذه الطريقه، هذه السخيفه جدا في النقل. يجي يقول لك التواتر يا جماعه، عندهم تقريبا واحد فقط في دينهم، واحد المئة فقط نقل بالتواتر، الباقي كانوا كل بالطريقه. باش نعطيها لكم، انا طلعت غير ديال الاحسن. شكرا ليك جيلو، يعني صافي بليزير. يعطيك الصحة يا أخي الفاضل، مرسي. يا وشيبو، كليف يا اوكي 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 سي اوكي ريمي اوكي اوكي يا اوكي هضر معنا ولا اوكي ما كتسمع فينا. يا اوكي جزاك الله خير يا اخي. ماسيمو ماسيمو سلام، اهلا. اصلا شو حبي يقولي عندنا باب طروا نعود ورجع. انا اسمعوا فيك يا عدو الله، نعم الله عليك. الو دقيقة، السلام عليكم. اهلا عنابات، اسنا تشوف مصيمو هذا. ولا تفضل عنابات تفضل. الو السيد هدايا راهو قال لي نكذب. ايه شوف نكذب لا بس كان يكذب علاه، كي قلت عيسى انا قاعد نهضر معك بالعربية باش الناس يفهموا. انا كي قلت لهم قلتلوش عيسى، قلت له جيزس، كما انا انجليزي نهضر بالانجليزية. انا درك نرك انا نلعبها ونجي نهضر قدام الناس بالانجليزية. قول لي برك يا اخي، اقسم بالله شوف السيد تاع الكونفرت الاسلام، بصح هذاك الانجليزي ما باليش، من بعديك كنسلم، من بعديك انا رحت بدات الخدمه. بصح كذبني الانسان كانه انا نحكي لك على السيد في فرنسا اللي يخدم معايا جاي يكون حلو سان فرنسي. بالك هو خلط هذاك تاع الانجليزي، او خلط ما بين زوج حكايات. والحكايه تاع بس كان خرجت من الانجليز في 2006، انا ديسمبر 2006، ودرك من ديسمبر 2006 لو 2 ديسمبر 2006 وانا في فرنسا، رجعت لفرنسا. فهمت قال لك يكذب اون ديري كان معايا،
وسيدي كنت نهضر معاه هنا نهضر معاه بالانجليزيه وما نجيش الناس هنا نحكي لهم الحكايه بالانجليزيه مش راح يفهموني. خل اصلا يفهموا. سميري تفضل. سميري ما هو ردك؟ فهمت درك هاتيك؟ هو يهضر على في فرنسا ماشي يهضر في بريطانيا. نهضر على القاوري انا جاي خدم معاه ومازال يخدم معايا وعيط لي السمانه اللي تعدات قلت له واه صافاك تصلي وما زاد قال لي وي قال لي سي فيني جي شونج بلو انا. تتكلم على قلت لي ان انا قلت له جيفه. انا نسمع نسمع فيك. انا ما نقصكش كي طالب. احكي. ايه بصح ماش نسمعوا فيك مليح سميري عندك نسمعوا التلفزيون ولا مانيش عارف. جيزس جيزس قول له بط... ايه اسمعوا هذا عندك لاتيلي عندك انت يا عنابه اسمعوا لا ايه راهو عندك الحس هذا يا ماشي عنده بون عنابه كي يكون يهضر سميري انت اغلق المايك باش باسكو عندنا لاتيلي وماش عارف شنو الحس بزاف. سميري تفضل. سميري الو وي هاك بعيد يا سميري هاك صوتي مليح نورمالمون هاك هكذا راح بازي باسكو درك ركبت كيتمان درك سمحوا لي قبل كي شويه الكيتمان كان هو اللي دايرها بيا لا لا مازال مازال شويه مي معليش بازي بازي انا نسمعو فيك انا نسمعو بازي تفضل مو تكون تسمعوني واضح درك قلت لي انا قلت له ما قلتلوش عيسى قلتلو جيسوس علاش نتوما في الدين الاسلامي عندكم حاجه اسمها جيسوس عندكمش حاجه اسمها جيسوس تقول لي عيسى هو جيسوس نو مش عيسى هو جيسوس جيسوس حاجه وعيسى حاجه وراك عطيتنا حتى الفرق عيسى نبي ولد مريم بنت عمران اللي هي نفس النسب نتاع موسى وتخلط في تخلط بصح هما عندهم جيسوس اللي هو ولد مريم بنت يواقيم ما عندهاش علاقه بعمران اصلا عمران هو اب موسى وهارون وهي ما عندهاش خوها اسمه هارون يا اخت هارون هي ما عندهاش خوها اسمه هارون اصلا هارون كاينه مريم بنت عمران اللي هي اخت موسى ماهيش ام عيسى كاين زوجهم لكن نتوما عندكم وحده هما بالاصل كاينين زوج كاين مريم بنت عمران اللي هي اخت موسى وهارون وكاينه مريم بنت يواقيم اللي هي ام جيسوس اما نتوما ما عندكمش هذا الامر عندكم مريم بنت عمران وحده اللي هي اخت موسى وهارون وعندكم وحده اخرى اللي هي مريم بنت عمران ثاني كيف كيف ام عيسى مش كيف كيف نتوما عندكم جيسوس ليش انا قلت له جيسوس تفضل عنابة يا اخي العزيز لازم باش تفهم يا اخي العزيز كوبي المايك سميري تفضل عنابة باش تفهم يا اخي العزيز راهم متفاهمين باللي هما عيسى ابن مريم هو الذي خلق بدون اب خلق ليس عنده اب ما عندوش بابا خلق يعني بوحي صح ولا لا كل متفقين عليه هذا بميراكل ومن بعد خلي نكمل لك خلاني خليتك تهضر خليني نهضر يا اخي تفضل كمل اقفل 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 هما قال لك لانه خلق وهو الرب او خلق بدون رب هو ما هو قال لي ام هم بعد او عندهم واحد العقليه هنا في الانجليز في اوروبا هنا عندهم واحد العقليه كيما يقول لك كاين حوايج احنا ما نعرفوهمش عليهم وكي تدخل وتعود تهضر معاهم يعطيك واحد الافكار واحد اخرين تقول تحير انت شي باهيه من ودهم فهمت ومتفقين هم عيسى اللي يعبدوه يقولوا هو الرب هو ابن مريم عليها السلام اني يعني عبالي بنت اخت سيدنا موسى بنت عمران رضي الله عنها رضي الله عنه سيدنا موسى اخته مريم
يسميو كيما حنا درك نسميو، تلقى الاب اسمه ابراهيم ولده اسحاق، او درك مازال نتبعو فيها فهمني. وعيسى كي نقول له جيسوس عبالو باللي قاعد ناظر على عيسى ابن مريم، باللي او هو هم حاطينه رب وحنا حاطينه نبي، وخلق ب كما يقولوا بأميراكل بمعجزه، وهم وسي يقول لك خلق بمعجزه، فهمت برك هذا واش حاب نفهم. وما كذبتش عليك خلاص اخويا وقلت له يكذب، وانا ما نالف حكايات ما والو يا اخي، نحكي لك اسره لي انا شخصيا، وانا مشني كما يقولوا داعيه، ولا انا انسان بسيط ومشني داعيه ومشني متفقه في الدين كما تشوف، وش اسمه ماني عالم ولو، انا مسلم بسيط وعقد قدر روحي نعرف الاسلام يعني، مشني سيتادير قدوه ولا عالم ولا روح احكي. يقول دوك نقفل، اسمح لي نقفل الميكرو تاعي، اسمح اسمح نقفل الميكرو. ما راش نسمعوا كاع سميري، الصوت بعيد بزاف ولا كبير؟ اوا عند التخرخيش، اوا كارثه كارثه. فوالا فوالا ريح حقك سي بون، تفضل اهدر هكذا سي بون. راح سميري الو سي بون سي بون اي روح. وي اول حاجه يعني تخيلوا يجيك واحد يعني هو يدعي انه عنده الحقيقه وعنده الصحيح، ويقول لك باللي اخت موسى هي نفس ام عيسى، هو يدعي انه صحيح ويقول ان اخت موسى هي ام عيسى، يعني بالله عليكم عباكم شحال كاين ما بين عيسى وموسى الفترة 18 قرن، يعني راك تقول لنا باللي مريم الوقت اللي جابت عيسى كان عمرها 18 قرن. اسمح لي اخي العزيز، قلت لك هذوك عائله وحدهم والاخرى عائله وحدهم، نقطع لك كلامك هنا صح، انا اللي نقطعك. اسمح لي انا ما نهضرش على مريم عليها السلام، مريم عليه السلام ام سيدنا عيسى، مش هي اخت سيدنا موسى، ما تخلطش انا، ما تقولش اني قلت انا هذا الشيء، هذا ما قلتوش انا. لكن اسمع، اخت عيسى ام موسى، اخت موسى ام عيسى، قلت اذا ما قالهاش يا جماعه اكتبوا لنا في الشات ما تجوش معايا رجاء. والله العظيم ما قلتها، قلت لك هذاك اسمع الي عمران، الي عمران فهمني يا صديقي، خلنا نهضر معاك. لا ما تقولش كلام باللي ما تقولش كلام باللي انا قلته وانا ما قلتوش. مريم عليها السلام وحدها، ومريم اخت موسى اخت هارون وحدها، انا نعرف القصه شويه، ما فو با ريديكيليزي قدام الناس، تعجبني يعني قاعد قلت كلام ما قلتوش، ما قلتوش خلاص، واني انا متبري من الكلام اللي قاعد تقول فيه انت. كريم انا كي كنت تهضر انت انا كنت قافل المايك نسمع فيك، انت كي كنت تهضر انا كنت قافل المايك ونسمع فيك. خاطرك انت قلتي كلام انا ما قلتوش، قعدت لصقلي في كلام ما قلتوش. يا رجاء احترم دورك، هذا ما كان حاجه بسيطه، رجاء احترم دورك هذا ما كان سهله مش حاجه صغيره. خليني نكمل كلامي كامل ومن بعد رد عليك، قول لي انا ما قلتش هذاك الكلام. يا جماعه اللي في الشارع اللي راهم يسمعوا فينا واللي راهم هنا، اذا راني قولت عليه في حاجه غلطه قول لي، راك تكتب راح نتجاوز على الكلمه ونقول لهم راه ما قالش يسمع مباشره، اذا قلتها فهذه كارثه، اذا ما قلتهاش فالقران قال كارثه. كيف ان القران قال يا اخت هارون وقالها مريم بنت عمران، عمران يا صديقي كان عايش من سفر من صبط لاوي، كان عايش في مصر، ما عندوش علاقه اصلا بام عيسى، ام عيسى من صبط يهودا. اوكي ليسونسيال اللي يهمناش في هذا الامر كل لاني ذكرته فقط مرت عليه مرور الكرام، يا حد نهضر عليها دركا. قلت لي انه في العقيده المسيحيه عيسى خلق، اول حاجه قلت لك انه ما عندهمش عيسى عندهم جيسوس، قلت لي انه في العقيده المسيحيه جيسوس خلق، نو خطا، نجيب لك اي مسيحي نجيب لك طفل مسيحي صغير بيقول لك انه عيسى خلق او جيسوس خلق، لانه جيسوس عندهم هما ازلي ما عندوش بدايه، اول حاجه كيما انت عندك الله
جيسوس عندهم إله، لأنه شفت هذاك الشخص اللي أنت تسميه نبي فقط، مجرد نبي نقول له عيسى، لا هما عندهم أشمل الأمر هذا، أشمل من هذا. نشرح لك فقط في عقيدتهم باش كي تنقدهم خطرة جاية تعرف واش تنتقد، لأنك ماكش مطلع أصلا. شو رحت القرآن فقط سمعت كلام يقولوا العريف يقولوا فلان خلاص تمشي عليه. أول حاجة هما عندهم يقسموا جيسوس إلى ناسوت ولاهوت. الناسوت هو الجسد نتاعو هذاك البشري، واللاهوت هي الروح نتاعو. يقول لك أن الروح نتاعو تجسد في ذاك الناسوت، هذا ما كان كيش يقول. الروح نتاع جيسوس هذيك يقول لك أنها أزلية هي الله، أما نتاعو هذاك معترفين بها باللي بشرية. عندهم ما عندهمش كيان واحد، هما عندهم قسم إلهي، عندهم ثنائية في ذاك الشخصية هذه. ليسونسيال هو تخربيق تخربيق، يعني على بالي خرافة في خرافة، لكن كي تجي تنقد حاجة لازم تكون تطلع عليها على الأقل تعرفها وش هي باش تنقدها. لذا هما ما يقولوش أن عيسى خلق أو جيسوس خلق، يقولوا أن جيسوس تجسد داخل الناسوت، تجسد في بطن مريم على شكل ماذا؟ على شكل ابن الإنسان اللي هو الناسوت نتاعهم. أوكي. وزيد أنا كي جيت نقول لك باللي انتوما ما عندكمش المصطلح، لأن فرق كبير ما بين مريم بنت عمران وفرق كبير ما بين مريم بنت يوقيم اللي هي كان يسكن، يعني عندهم هما النسب كامل هذا يوقيم ينتمي إلى سلطة يهوذا. انتوما عندكم مريم بنت عمران صديقي ما عندوش علاقة أصلا. مريم بنت عمران نسب خاطئ، مريم عمران أصلا ما كانش يسكن في فلسطين، كان يسكن في مصر، ما عندوش علاقة بفلسطين أصلا. هارون ما كانش واحد، هارون كان ساكن في مصر في فلسطين، ما كانش، لا يوجد. مريم ما كانش أصلا عندها أخوها، وهي ليست من نسب هارون أصلا، باسكو هارون كان من سبط لاوي، ينتمي إلى سبط لاوي. أما مريم تنتمي إلى سبط يهوذا، ما همش كيف كل لاوي ويهوذا هم إخوان، هذوك يعني من العرش هذوك ولوك من العرش هذوك، ما ينتموش لبعضهم كل. شفت كيفاش علاش راكم مخربقين؟ ما كنتش فاهمين اصلا عقيدتهم وتنقدوا فيهم عليه. لهذا القصه اللي حكيتها انا علاش قلت لك انا باللي ارجح انك تكذب، لانك اصلا انت مش فاهم العقيده نتاعهم. فابسط من طفل صغير تجي تقول له، تجي تقول له انت عيسى خلق يضحك عليك. ماذا بك تنحي، اسمح لي اسمح لي اسمع، ماذا بك تنحي المصطلح تاع تكذب؟ فهمني ناحي المصطلح تاع تكذب، بس انت ما كنتش معايا كي قاعد نهضر معاه وحده. لا نقطعك هنا وما نخليكش تهضر. قلت لي تكذب، فهمني، يعني انت شهدت عليا بانني اكذب وما شفتنيش معاك كيف قاعد نهضر مع الانسان هذاك. وحده انا عبنا باللي اللهم معتقد تحم الله تسجد في جسد انسان، دخل في انسان وهو الى ساكريفي، دوك نهضر معاك بالمصطلح كما يقولوا يهضروا هما، ضحى من اجل البشريه، فهمني. هذا كله نعرفوه احنا وعبنا به. وقلت لك، قلتي انت وزدتي عاودتي، اني قلت لك ما قلتهاش وانت ما زلتي قاعد تعاود. قلت لك مريم بنت عمران اخت هارون، امشها مريم ام عيسى عليه السلام، وك ما زلت تعاود فيها، ما تخلينيش يعني سي تادير حاب ترجعني كذاب قدام الناس كل، يعني احترم نفسك شويه. وعيب تقول واحد تكذب، قل إنسان راك غلط، فهمني، بس ما تقولش تكذب. والإنسان أنا خلينا بس ما نخرجوش على الحكاية اللي قاعد تحكي لنا فيها كاملة. أني قلت لك أنا مشني عالم، وقلت لك اسمح لي خليني نكمل لك، وقلت لك خطأك شهدرتي خلنا نهضر النظر، وقلتي باللي أنا إنسان يا سميري، أنت سميري خير أنت، ها اسمك سميري هك في الوعطيات لبسودو وي آه السميري معناها، او نعرفوا القصص احنا وسي يا اخي يا السميري، فهمني. خلي دوك 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 نجيك انا الانسان اللي هضرت معاه الانجليزي هذاك، او عنده نفس الفكره الانسان القاوري اللي هضرت معاه، فهمني، باللي عيسى اني هضرت معاه، انك حكيت الانسان هذا الانسان اللي مداير لايف وحكيت له الحكايه الانسان، او باش ما نحكمنوش الوقت جي ابغيجي سيتادير يعني خلي نكمل يا اخي. عندك صوت على التيلي دقيقه، نجوزو الماسيمو
تفضل ماسيمو، عندك لو سون يا عنابة، عندك لو سون، لو سون تاع هو عنابة هذا يا خو، ما كاينش تكذب مي تخرج يا خو. واش اليوم كاين استاذ بينا الحشون تاع يماك وما اليوم صدق بينا الحشون تاع يماك وما اليوم كاينش تاع اعداء الاسلام من الحشون يماك وما واش راك جيت بالبسدو تاع سي زبي واش راك راك بلي عندك لا حتى يمكن تجي أنزون هذا نكي ماكم في زوج فيكم اليوم ماكيش ديزام سمي ماكل ماكيش مسمي روحو السميرية أنا بقول هذا سيدي ماكيش هذا سيدي ماكيش غير معهم هذا سيدي ماكيش ملحد الدين خلصين مع إسرائيل خلصين خلصين هذا ما يوليش الطريق ولا يأتي القوم الظالمين إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس وقال نؤمن كما آمن السفهاء ألا أنهم هم السفهاء يو هذو بغيو أحمر هذو هذو الصهاينة هذو أنا الإسلام اللي عندي شوية كيف غير تهضر معهم 20 سنة ما يفهموا ولو الحمد لله برسك هذو خالصين نعرفهم سيدي ماكيس يعطيك الله صحة هذا الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله بهذو ما مش مسلمين خالصين خالصين عند الصهاينة بيسبوا الإسلام والمسلمين هذو أعداء الإسلام أين أهدوش قال الرسول أسمع أنا أهدوش يا ربي أسمع أسمع خلنا نخليكم لايف نخليكم لايف نخليكم لايف والله أسمع أو عنده الحق يا نيب هذا السميري والأخر أو عنده الحق يا وخالصين خالصين هذو ما تكساش راسك معهم عندك الحق أني رحت نعرفهم في المنهج تاعهم رحت لهم في المنهج نتاعهم وحبي عقبك وحبي عقبوني كذاب اسمع نقول لك حاجه ومش غير زيد نقول لك انا مرتي قوريه وقبل من زوجي يا هذو خاصين خاصين عندي برك خاصين باش الاسلام خاطي خاصين عند اسرائيل هذو سيدي باكيست ولا يقول لك تكذب يا هذا شوف شوف انيبال خير تجيب واحد حمار ما يعرفش الاسلام ولا تهضر معاه هذو خالصين هذو هذا العيب ما عملوه براس مهم يبغلوا الشعب يضيعوا الشعب بلي الاسلام هو الخرافات بمعنى الذي يريد اطفاء نور الله ولا يستطيع والله بالنيفو تاع الاسلام بالنيفو تاع الاسلام تاعي هذا ضعيف ودخلت ناس الاسلام قل له انت واش درتي بالسميري والاخر وقال لي والله تخرط والله اقسم بالله يا اخي دخلت ناس الاسلام والحمد لله روح اخرط بعيد انت فهمت انت روح اخرط بعيد اسمع عنابة نحينا لا تلفزيون هادي ولا ما باسكو لا اني خارج اني خارج من اللايف صح عنابة يا صاحبي بقى خلي لا لا خلي خلي روح شوف شفت شفت لابيس ضاع يا ربك عنده بزاف لاتيلي هذيك ولا ما يشعفوش راك شوف كيفاش انا نهضروا نورمال شحال ما يقولش الحقيقه شت هو شت هذا السيد نفسه كلام الله هذاك نفس يستعمل في نفس الهضره انا كي يهضر هو كي شوف راه القران يهضر نفس الخرطي نفس الكذب نفس المغالطات المنطقيه نفس الحكايات نفس الخرطي حابين جا واحد عنده من لندن يهضر انا كي شغل يستوحي بالكفار باش يقنع المسلمين علاه ما تستوحيش بالمسلمين باش تقنع المسلمين فهمتي انا يدخلنا في الانجليز دخلنا في فرنسا وعشت عندي مرتيقه واش دخلنا حنا فيها زعما انا حتى زعما باش يمبريسي انا نقول واو نقول هذا نتبعوا انا هذا عاش في لندن عاش في فرنسا عاش مع باليش مين عنده مرتو قاوريه مع باليش فراوي يقول انا نقول واو سيبو هذا هو المهدي المنتظر انا نتبعو دونك انت هكذا هذه واش وابري الحكايه تاعو واش الحكايه تاعو سيكو ما يفرقش ما بين جيزو كري وعيسى وسيد السميري هذا او قاعد يفهم فيه من الصباح يا بغل نفهم يا بغل جيزو كري ما واش الاخر وهو ولدي ما نهضرلكش على الاخر يفهم هاو يفهم فيك او من الصباح قاعد يفهم فيه بالقريشات والخشيبات هو يهضر على جيزو كري والاخر السميري قاعد يوضح له بالشده والضمه يا ولدي راه هيك وهو قاعد يقول له يا ولدي ما هضرتش هيك قاعد نربي انت تهبلنا انت كي حكيت كيما رب كيف محمد تاعك كيف رب الحكايه ميرسي ماسيمو صحت صح
تفضل ربي. السلام عليكم. انا برك حبيت زعما نتحاور مع النابه، حب يرجعني للدين، واسكو قال هذاك باكستاني مسيحي والله غير ربك جديده، حبيت انه يرجعنا شوي للدين شوي والله هبطوه خوفا منه بيسك افهمكم وما قدرتولوش. وك على بالك السميري كان يهدر برك ماهوش يعني كلامه كامل غلط. النابة أنا إذا كنت تسمع رك برافو عليك ونصار بيك، وإذا كنت لهنا طلع باش على بالك كان عندي حب نرجع للإسلام بصح ما لقيتش كيفاه، إذا كنت لهنا طلع عمو رجعني للإسلام وربي يهديك. أوكي هذا السنو فيه. تفضل مش عارف شكون هذا. تفضل بونسوار جيلو. عالسلامة. سلامتكم قاعدتك. انا طلعت برك على جال هذاك هذاك تاع تيزي وزو هذاك الكلب هذاك هذاك اللي يقول لكم خالصين وما على باليش. باسكو باسكو هذاك البارح دخل في لايف تاع المفقودين تاع لي ديسبارو الحراقه هذوك، دخل وبدا يطيح باليمات الور كو كاين لي فامي دي فامي تاع 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 دي جون كي عندهم ولادهم ديسبارو، دخل وبدا يطيح باليمات. عبالك شوف هم حلفين فيه على كل حال، انا بس كنعرفهم هذوك الجماعه يحكموك يا واحد الخانز يا واحد الفايح يحكموك والله عبك ما نش حاب نطيح من نخسر الكلام. نو 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 بصح بصح يحكموا وجيلو والله يسترك باسكو يعيف لافوا تاعو ديجا عبك شغل دير صداع والله. لايف تاعك ما شاء الله هايل. صافي بليزير نسمعوا لك نسمعوا لي زانترفونون اللي عندهم اللي عندهم نيفو نيفو، مي كي دخل هذاك الله يدخل دائما ماسكي ما تقدرش غير تسمع لافوا تاعو باسكو تعرفها تسمع لافوا تاعو هبطوا هبطوا هذاك فايح خانز هذاك هذاك عبك دخل لايف تاع الناس عندهم ولادهم ديسبارو وكاين بزاف اللي عندهم دوكا راهم ديسبارو كاين سيدي ميلي وهما دايرين ان جروب حبوا يتوحدوا باش يكون عندهم اون فوا الو سيدي فامي سيدي جون ريسبكتيو سيدي فامي كاين نسا كاين نسى اللي عندهم ولادهم ديسبارو كاين اللي خياتهم عندهم ما باليش انايا دخل بدا يطيح باش تشوف باللي فايح هذاك ما كان يهضر بالاسلام ويهضر بالاسلام ويهضر بالدين زعما وما كيست وما على باليش وكذا الور كو ما كاش واحد فايح قدو وان شاء الله راهو يسمع فيا هم جايين لك راحين يحكموك ديجا حكموا واحد ضربه ضربوه وما حبش ينظهر هم جايين له هم جايين له واحد الجماعه والله غير يضربوه ويضربوه تاع الصحه يضربوه بالدوله بالقانون فايح الدوله ويخدم مع الدوله هو حركي ما يخدمش مع الدوله والله غير يجيبوه والله غير راحين يجيبوه هذا شوف ديبوزيو بيه بلانت ديبوزيو بيه بلانت مي باش تروح تضربوه هكذا انا جو سوي كونتر لا نو نو كاين عباد كاين واحد سيرتان نيفو اللي يضربوه وكاين نيفو واحد اخر اللي يجيبوه بالدوله فهمتني مي كاينين باسكو كاين عباد عندهم خاوتهم عندهم ولادهم محروقين على اولادهم جيلو صافي سيدي هذا سنمومو سوجي نمومو هذا ثاني باسكو سيدي يا دي ميلي دي ميلي اللي راهم ديسبارو فلامي دي تيراني ولا كاين عداله ديبوزيو بيه بلانت عند العداله وخلاص هما لا لا والله غير يضربوه ديجا ولاد حومته في تيزي وزو يضربوه فايح ما يحشمش طلع البارح في لايف راني نقول لك دي فامي بدا يطيح بالمات هبطوا اللايف مساكن حتى نهبطوا اللايف ما قدروش مرسي خو هاي المهم مرسي صحيت صح ابو ميشلان اهلا زاري بيون صبا دوكا كي دخلت باللايف كنتو تهضروا على مريم بنت عمران و ياك هكا نعم وعلى خيسوس هي بون عباك بلي كاين في التفسير القرطبي واش يقول لك هذا روايه عن كعب الاحبار كعب الاحبار كان مع عائشه وقال لها ان مريم باخت هارون اخي موسى فقالت له عائشه كذبت فقال لها يا ام المؤمنين ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله فهو اصدق واخبر والا فاني اجد بينهما من مده 600 سنه فسكتت ما لقاتش واش تريبونديرو وسكتت قالها بلي صح ويلا قالها الرسول نصدقوا من بصح قالها والله غير راني نشوف بيناتهم 600 سنه زعما لقيت مشكل
قال لك فسكتت. وفي صحيح مسلم عن مغيرة بن شعبة وش يقول لهم؟ قال لهم لما قدمت نجران سألوني فقال أنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. يقول لك وش يقول لهم مغيرة؟ فقال مغيرة فلم أدري ما أقول. هذا مغيرة، هذوما لي أصحاب الرسول اللي كانوا معاه، مرت الرسول عائشة كي قالوا لها طرحوا لها المسألة هذه يا سكتت ملقاش وش تريبوندي. مغيرة بن شعبة قال لك سكت ملقاش وش يريبوندي قاع هذاك الوقت، هذاك الوقت ملقاش وش يريبوندي. ودوكا في 2023 يطلع دوكا ميزيرمو 2023 يقول لك لا لا، يقول لك باللي انتو ما 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 فهمتوش وما انت فوالا سكي جولي شغل جيست اكلارسير لي شوز كي كونسيرن هذاك الآية هذي. وهي موجودة في تفسير قرطبي في صحيح مسلم وهذه الأحاديث قال يتقدم. إذا سمحتوا لي فقط باش نضيف على حاجة على كلام أبو مشلا، هو الكلمة اللي كان قلت فيها قبيل اللي قال لي باللي مريم، قال على بالي باللي كاين مريم بنت عمران اللي هي أخت موسى وهارون، قال على بالي بصح ماهيش نفسها عيسى. أنا كنت حسقصيها وغير راح كنت حسقصيها ونقول له ببساطة مريم اللي أم عيسى وش اسمها؟ هذه ببساطة السؤال، لأنه لو تقولها راح تقول بنت عمران كيف كيف. أوكي درك هنا الفقهاء حاروا، والمشكلة أكبر يا جيلو أكبر من هذا يا جماعة. المشكلة أكبر وش هي؟ أنه بالإضافة إلى أنها مريم بنت عمران عندها أخوها أيضا اسمه هارون، يا أخت هارون قالوا لها ما كان أبوك امرأة سوء ما كانت أمك بغية. يعني السيد راهو داير في باله نفس الشخص. جاءوا ثلاثة اختلفوا هم على ثلاث أقوال، بين جماعة قالت نفسها مي ما بين موسى وعيسى حوالي 18 قرن 1800 سنة، وكاين اللي يقول 1500 سنة، وكاين اللي يقول 1600 سنة. يعني هما يعني تقريبا مدة طويلة جدا مستحيل فيها يعيش فيها شخص معين، مستحيل. جاء واحدين قال لك نو، قال لك راهم راهي كانوا يدعون لآبائهم كما الرسول جاوب. الرسول كي جاوه النصارى تاع نجران كما كان يقول لكم الشيخ أبو ميشلا قال لهم انهم كانوا يدعونهم لابائهم الصالحين منهم. يعني هارون كان صالح، اول حاجه هارون ما كان صالح عند اليهود. هارون يا جماعه نحب نبشركم باللي هو اللي ابن العجل عند اليهود، شفتوا السامري اللي ابن العجل عند المسلمين ماهوش هو، يعني ما كانش شخصيه السامري اصلا، السامري جات من بعد، جات في عهد سليمان. فهارون عند اليهود هو اللي ابن العجل ماهوش السامري، السامري ما كانش موجود اصلا في الوقت. السامري قرية السامرة ما كانتش موجودة أصلا، قرية السامرة ذات من بعد في عهد تقريبا في عهد سليمان وعهد شاول. بالتفصيل أول حاجة في الصالح هارون عنده ولبنان العيش. ثاني حاجة مريم اللي كنت تشوفوها اللي هي أم عيسى ليست أصلا من صبط هارون، النسب نتاعها ما يتلاقاش مع هارون أصلا، هي من صبط يهوذا ما هيش من صبط لاوي، يعني ما عندهاش علاقة بموسى أصلا، ما هيش نفس نسب معه. فاللي يقول لك انه كانوا يدعونها لابائهم والصالحين منهم راهو يخربق، لان ليست من نسبه وليس وهارون ليس صالحا به. تفضلوا يا جماعه. نوي اوكي بون، انا لازم نغلق باسكو جو بريباري لو ديريكت ا 22 في اليوتيوب. جو فو ريميرسي اي ابري مينوي جو فو دون رونديفو هنايا في التيك توك. يعطيكم الصحه. ذكر جيد وربنا يكفيك. مرسي بيها جيد. صح.